الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله سبحانك يا ولي يا حميد يا مبدئ يا معيد إلهنا من لم يهتد بكتابك ضل ومن عدل عن طريقك زل ومن ابتغى العز بغيرك ذل سبحان الحليم الذي لا يعجل العليم الذي لا يجهل الرقيب الذي لا يذهل الكريم الذي لا يبخل سبحانه عز وجل اللهم صل على نبينا محمد وآله اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يحيط بنا غرورا اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم إنا نسألك الشكر في السراء والصبر في الضراء والدواء مع البلاء والقبول في الأداء والعفو عند اللقاء يا سميع الدعاء اللهم اجعل في طاعتك فرحنا وسرورنا وفي مرضاتك جميع أمورنا اللهم احفظنا في ليلنا ونهارنا وقرارنا وأسفارنا وحياتنا ومماتنا اللهم اجعلنا دوما في سترك ونعمنا بحبك ومتعنا بقربك وطهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وقض حوائجنا اللهم ارزقنا العافية وأدم علينا العافية وعمنا بالعافية وألبسنا ثياب العافية ولا تحرمنا العافية فإنك أنت رب العافية يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم من كان في جمعنا هذا أو ممن أمن على دعائنا ومر آنا اللهم من كان منهم مريضا أو لديه مريض اللهم اشفه واشف مريضه اللهم اشفه واشف مريضه وعافه وعاف مريضه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذه الليلة من أهل العتق والستر والعفو والعافية حاكما ومحكومين إماما ومأمومين تاليا وسامعين داعيا ومؤمنين اللهم ووالدينا وأهلينا والمسلمين والمسلمات إلهنا إلهنا إنا
عافيتك أوسع لنا. اللهم وكما جمعتنا في هذه الليلة وقوفا بين يديك فأكرمنا يا ربنا بأفضل وأخير ما لديك، واجمعنا في الجنة، واجعلنا ممن تنظر إليهم وينظرون إليك، وتضحك إليهم ويضحكون إليك، وممن لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وولي أمرنا ووالدينا وأهلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. إلهنا إن قصرنا فأنت الرحيم، وإن أحسننا فبفضلك يا كريم. إلهنا ردنا إليك ردا جميلا بغير مصيبة ولا ابتلاء، وأغننا بواسع فضلك عمن سواك، واجعل رعايتك تحفنا ورحمتك تشملنا وحفظك يطوقنا. اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيبا في كل خير قسمته، ونورا نشرته، ورزقا بسطته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شيخنا زايد بن سلطان، اللهم وارحم الشيخ مكتوم، وارحم يا ربنا شيخنا خليفة بن زايد ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. اللهم احفظ ولي أمرنا وقائدنا محمد بن زايد، اللهم وفقه ونوابه وحكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا واحد يا أحد. اللهم احفظ لنا ولي العهد خالد بن محمد، واجعله لوالده نعم العضيد والسند، واجعله حصنا حصينا لهذا البلد يا فرد يا صمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صاحب القلب الأتقى والكتاب الأبقى والثوب الأنقى، وعلى آله وصحبه أولي الأحلام والنهى.